منتج شعر من الإعلانات استفدت منه واستخدمه قبل لا حتى أعلن عنه، يموت. ما شايفين أصلاً مستخدمته مو جديد، يجنن 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 مرة. أول مرة استغنى يعني عن استشوار الهواء، يمكن الليس والأشياء هذه بس في المناسبات، بس هذا حتى تنشيف استخدمه، حقيقي مرة عجبني. بس تحركوه، طبعا هو له صوت زي استشوار الهواء بس فظيع، حار 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 مرة صراحة. أكثر منتج ناسب شعري، شوفوا هنا عندكم تعلوا أعلى شيء كم قوة، شوفوا بس ولا مشط ولا حاجة، شايفين كذا وتمسك الشعر عادي. طلع لكم سعر الجهاز بعد ما تستخدموا كودي 289 ريال، مرة حلو. شوفوا كيف يجيكم مرة مرتب، شايفين شنطته حتى حلو للسفر، حتى في الغرفة شكله كده مرة مرتب. وهذه كمان كلها تيجي معاه هدية في الشنطة هنا. صراحة الجهاز من جد من جد يعني صايرة طاح عليه بشكل مو طبيعي. بصراحة أنا الاستشوار البارد مرة ما ينفع معايا، هذا من جد حار ومرة نفع في شعري ومرة ناسبني. حتى مو الاستشوار اللي عرفته ساعة ويرجع ينفش ويفك، لا لا كأنك مستشور مستشور زي الناس صوالين.